بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا الثانية في القانون الاجتماعي بالتطرق إلى التطور التاريخي لعلاقات الشغل، بعدما تطرقنا في الحصة السابقة أو المحاضرة السابقة إلى نطاق تطبيق قانون الشغل وكذا أهميته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكذا ميزنا بينه وبين وكذا ميزنا بين انتمائه إلى فروع القانون، هل هو من القانون الخاص أم من القانون العام أم هو قانون مختلف. خلال هذه المحاضرة سنتطرق إلى تطور تاريخي لعلاقات الشغل، أي كيف تطورت هذه العلاقات وكيف أصبحت منذ العصور القديمة تتطور وتتبلور إلى أن أصبحت في الوضع التي عليه الآن كضابط لتنظيم علاقات الشغل الجماعية. لم تتبلور قواعد الشغل كضابط لتنظيم علاقات الشغل الجماعية إلا في منتصف القرن 19، وذلك نتيجة للتطورات الاجتماعية واقتصادية وفكرية عرفتها أوروبا خاصة. هذا التطور السريع الذي أدى إلى بروز هذا القانون جاء كنتيجة حتمية للتطور الفكري الذي عاشه المجتمع وعرفه المجتمع، وأصبح هذا القانون يحتل أو هذا الفرع من فروع القانون يحتل مكانة جد مهمة، وعليه والإحاطة بالتطور العام الذي عرفته علاقات الشغل يستلزم الأمر تتبع الأوضاع التي كانت عليها العلاقات في الجماعات القديمة ثم العصور الوسطى ثم التطور الذي عرفته في ظل نظام الرأسمالية الحرة التي تؤكد على مبدأ دعه يعمل دعه يسير، ثم هناك مبدأ آخر ألا وهو الرأسمالية المقيدة، أي عندما تدخلت الدولة لكبح جماح الطبقة أو الطبقة الرأسمالية التي استنزفت الأجراء بشكل يدعو إلى القلق. وعليه سنتطرق في الأول إلى علاقات الشغل خلال في الجماعات القديمة. خلال الجماعات القديمة كانت العلاقات مبنية على الرق، أي أن النظام الاقتصادي الذي كان سائدا في العصور القديمة يتميز بوجود تبعية دائمة بين العبد والسيد، بين العبد والسيد، وكان الأخير مجردا من أي شخصية قانونية، حيث كان مجرد سلعة يباع ويشترى ويتصرف فيه سيده كما يحل له. هناك كذلك علاقات الشغل التي برزت في العصور الوسطى، هذا البروز لم تعرف قواعد الشغل بالمفهوم الحالي في العصور الوسطى، ذلك أن النظام الإقطاع الذي كان سائدا في المجال الفلاحي ونظام الطوائف الذي كان سائدا في المجالات الأخرى هيمن بشكل كبير على هذه الطبقة ولم يترك لها أي هامش للتحرك أو أي هامش لحماية مصالحها. فنظام الإقطاع كان يقوم على أساس النظر إلى الأرض ومن عليها ككل لا يتجزأ، ككل يتجزأ لصاحبها الحرية المطلقة فيها وما عليها. هذه التبعية الدائمة من الفرد إلى الأرض إلى مالكها أي إلى الإقطاعي قضت على حرية اختيار الشغل، ولم يكن بإمكان الأجير أو العامل أو العبد الذي يشتغل في الضيعة أو يشتغل مع سيده أن يختار عمله، بل هو تابع، كلما تم بيع الأرض كلما بيع معها. يعني هناك كان المجتمع ينظر إلى الأرض ومن عليها ككل يتجزأ. وبعد ذلك سنتطرق إلى نظام الطوائف. نظام الطوائف وأثروا على علاقات الشغل، لقد تخصص العمال، أي أصبح العمال متخصصين في قطاعات معينة، في قطاعات صناعية، في قطاعات حرفية. هذا الأمر ظل سائدا حتى قيام الثورة الفرنسية. ونظام الطوائف كان عبارة عن تنظيم دقيق لكل حرفة أو صناعة، خاصة أنها كانت تقوم على أساس تدرج هرمي من المعلم إلى المتعلم ثم الصبي ثم المتمرن، وكان لكل حرفة قواعدها الخاصة، يعني كل حرفة لها قواعدها الخاصة. وقد تميزت هذه الطوائف بنظام أو ما سمي بنظام التآزر، حيث تتم مساعدة أشخاص فيما بينهم، مساعدة مالية في حالة المرض وفي حالة الوفاة. هذا النظام أي نظام الطوائف أثبت نجاعته بالمقارنة مع نظام الإقطاع الذي كان سائدا في المجال الفلاحي، إلا أن التغيير الذي طرأ على نظام الطوائف والذي أصبح معه من المستحيل على العامل أن يصبح معلم
أي أن يترقى وتم حصر هذه الدرجة في أبناء المتعلمين، أي أن بدأ التوارد، بدأ هؤلاء يتوارثون، يتوارثون الحرفة أو الصنعة من المعلم إلى ابنه الذي يكون متعلم ثم يصبح معلم. أي لا يمكن للأجير أن يصبح تحت أي مسمى معلم. هذا الأمر جعل روح التضامن ما بين العمال تظهر وتنبثق بشكل يوحي إلى انفصال هؤلاء على الطبقات أو على الطبقات الحاكمة على ذاك الذي كانت هم المعلمين، وأضح الأمر واضحا أن هناك انفصال ما بين العمل، أي ما بين العمل ورأس المال، ورأس المال كعنصر الإنتاج، العمل ورأس المال كعنصر الإنتاج، بدأ شيئا من التفكك وبدأت بالتالي تظهر روح الطبقية، الأمر الذي دفع إلى تكتل العمال للدفاع عن ماذا؟ للدفاع عن مصالحهم. هذه التكتلات كانت بمثابة الشرارة الأولى لنواة الأولى للنقابات، وسنتطرق لها فيما بعد. وقد كان نظام الطوائف عائقا أمام ظهور قانون الشغل، كيف ذلك؟ حيث كان يشكل عقبة أمام حرية الشغل من خلال القواعد التي كانت تفرض على كل شخص يريد الدخول إلى حرفة معينة. يعني لا يمكنك الدخول إلى حرفة حتى يصادق عليك أصحابك الحرفة، يعني حرية الشغل لم تكن مسموح بها في ظل نظام الطوائف. سنتطرق الآن إلى علاقات الشغل في ظل الرأسمالية الحرة، أي مبدأ دعه يعمل دعه يمر. ترتب عن قيام الثورة الفرنسية القضاء على الهياكل التنظيمية لعلاقات الشغل في الثورة الصناعية التي عرفناها في إنجلترا، وظهر اتجاهين رئيسيين هم القضاء على نظام الطوائف، القضاء على نظام الطوائف وإطلاق حرية الشغل وتحريم أي تكتل من شأنه التأثير على حرية العمل والمبادلات والحرية الاقتصادية بوجه عام. وترتب عن ضرب التكتل العمالي الأمر الذي كان وبالا على العمال، يعني لم يكن من حق العمال أن يتكتلوا في إطار نقابات للدفاع عن مصالحهم، سيما أن مبدأي سلطان الإرادة والعقد سلعة المتعاقدين ترتبت عنهما آثار وخيمة بالنسبة للطبقة العاملة، ذلك أن أرباب العمل ومن موقعهم الاقتصادي القوي كانوا يتدخلون بشكل قوي في العلاقات بينهم وبين الأجراء، وعدم تدخل الدولة في علاقات الشغل على اعتبار أن إرادة العمال يجب أن تحترم، على اعتبار أن إرادة الأجراء يجب أن تحترم، هذا ما دفع إلى استغلال العمال أبشع استغلال دون أي حماية في ظل ظروف جد سيئة وأجور جد هزيلة. ولم تتدخل الدولة إلا لتنظيم ماذا؟ إلا للحد، لوضع حد أو لفرض حد أدنى الأجور أو تنظيم أوقات العمل، لأن هذا المبدأ كان يخل بالمساواة. بالمساواة بين من؟ بالمساواة أمام القانون، لأن كان من بين أهم مبادئ الثورة الصناعية المساواة أمام القانون. لكن المساواة أمام القانون رغم أنه أحد مبادئ الثورة الفرنسية، إلا أن هذا المبدأ جر وبالا كبيرا على الطبقة، على الطبقة العمالية أو على الشغيلة بصفة عامة، وأصبحوا ينادون بتدخل الدولة لوضع قواعد آمرة لحماية الأجراء في خضم هذه الظروف اللا إنسانية، في خضم هذه الظروف اللا إنسانية التي استغل من خلالها أرباب العمل الأجراء بشكل جد ممنهج. كانت طبقة العمالية تأخذ في التعليم، أي انتشر التعليم ما بين أفراد الطبقة العمالية، ولم يعد الجهل الذي كان معروفا آنذاك، يعني الطبقة العمالية بدأت تتعلم وبدأ الوعي يدب في أوساطها، وبدأ هذا الوعي أيقظهم على حقيقة أو على مأساة، أي أنهم مستغلون من طرف الطبقة البرجوازية، مستغلون من طبقة من قبل الطبقة الرأسمالية ما دفعهم للتكتل في تنظيمات بشكل سري. هذا الوضع دفع العمال إلى التكتل بشكل سري في البداية لحماية مصالحهم من خلال، ثم ظهرت تحركاتهم إلى العلن ما دفع الدولة إلى التدخل لتنظيم علاقات الشغل، لتنظيم علاقات الشغل من خلال قواعد آمرة، من خلال قواعد آمنة لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على ذلك إلا إذا كانت المخالفة في صالح الأجير. تعلمون أن قانون الشغل
وهنا سأفتح قوس أن قانون الشغل يمكن مخالفة القواعد الآمنة التي جاء بها إذا كانت هذه المخالفة في صالح الأجير، يمكن الاتفاق على خرق هذه القواعد. رابعا، هناك علاقات الشغل المقيدة في ظل الرأسمالية. تعلمون أن الأوضاع السيئة التي عانى منها الأجراء وضاقوا ويلاتها في ظل الرأسمالية الحرة دفعتهم إلى ماذا؟ دفعتهم إلى التكتل للدفاع على مصالحهم في مواجهة أرباب العمل، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية في منتصف القرن 19 إلى سن مجموعة من التشريعات في البداية ما لبثت أن شملت كل القطاعات الإنتاجية التي تجري فيها شغل أو الذي يعمل فيها الشغل تابع ومأجور، أي شغل أي عمل تابع ومأجور سوف يخضع لهذه التشريعات. وكان ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الضغط العمالي ثم التطور الفكري بعد ظهور أفكار اشتراكية ساهمت في إبراز مساوئ الرأسمالية الحرة، بالإضافة إلى العامل السياسي والذي تجلت انتشار الأفكار الاشتراكية وكفاح العمال حقوقهم من خلال ماذا؟ من خلال نقابات، خصوصا بعدما تم الاعتراف، وهذا أهم نقطة، خصوصا بعدما تم الاعتراف الطبقة العاملة بالحق في التصويت، أي أن هذا الأمر جعل هذه الشريحة من المجتمع تكون لها كلمة في التصويت، أي أصبحت لها كلمة حتى في التشريع، من يختار من سينتخب أو من يختار من يحكمه سيكون له يد يطول في تحديد السياسة التشريعية، وبالتالي أصبحوا قوة ضاربة في الأحزاب السياسية، وأصبحت مجموعة من القواعد ومجموعة من السياسات ترى بعين العكس هذه الوضعية وتؤكد على أن الأجراء يعيشون وضعية مزرية، وبالتالي بدأ التنصيص على حقوق الأجراء من خلال برامج الأحزاب السياسية لإرضاء هذه الطبقة للفوز بماذا؟ للفوز بأصواتها والخراط العمال في الأحزاب، ما ترتب أن أصواتهم أصبحت تصل إلى المسؤولين وأصبحوا مشاركين في ماذا؟ مشاركين في صناعة القرار السياسي، ما أثر إيجابا على سن قوانين حماية للطبقة العمالية في مواجهة أرباب العمل، وخلق كذلك توازن ما بين عنصر الإنتاج، عنصر إنتاج العمل ورأس المال. بعجالة كانت هذه ملامح أولية على التطور التاريخي لعلاقات الشغل على المستوى الدولي، وسنتطرق الآن إلى علاقات الشغل وتطورها ونشأتها في ظل المغرب. لا بد من التطرق، أو لا يمكن الحديث على نشأة وتطور علاقات الشغل بالمغرب دون الحديث عن الثلاثية، قبل الحماية، خلال الحماية، وخلال الاستقلال. قبل الحماية لم يعرف المغرب تنظيما لقانون الشغل بالمعنى الحقيقي، بل كانت هناك علاقات الشغل آنذاك محكومة ومنظمة بموجب قواعد الفقه الإسلامي، فعقد الإجارة في الإسلام إلى جانب بعض العادات والأعراف والتقاليد المحلية هي التي كانت تنظم في هذا الإطار. فممارسة الشغل في المغرب ما قبل الحماية كانت مبدئيا حرة، فالصانع كانت له الحرية الاستقلال عن معلمه وفتح محل خاص به، ومع ذلك فقد كانت جميع الحرف منظمة على غرار ما عرفته أوروبا في إطار طوائف من المعلم إلى المتعلم ثم الصبي تحت التمرين، وكان يوجد على رأس كل حرفة أمين يتولى رعاية الحرفة وتنظيمها وفض النزاعات، وقد كانت تنشب نزاعات ما بين الحرفيين، وإذا لم يتوفق الأمين في حلها فإن الأمر كان يعرض على المحتسب. وقد ظلت علاقات الشغل بعيدة عما كانت تعرفه أوروبا من تطورات، خاصة على مستوى التشريع، إلى أن بسطت الحماية الفرنسية نفوذها على المغرب لتعرف علاقات الشغل منعطفا آخرا خلال الحماية، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه النقطة الثانية. إذ تراجعت قواعد الفقه الإسلامي ونظام الطوائف اللذان كان يميزان علاقات الشغل في المغرب قبل الحماية، وخصوصا بعد صدور مدونة العقود والالتزامات بموجب ظاهرة 12/1913، والتي نظمت عقد إجارة الخدمة في الفصول من 723 إلى 785 المكرر، وتعتبر هذه الفصول بمثابة
الإرهاصات الأولية لقانون الشغل بالمغرب تشريعا وضعيا، علما أن هذه المدونة تميزت أو إن هذه المدونة لم تستعرض كل ما يتعلق بالشغل، بل اقتصرت على تعريف عقد الإجارة، عقد إجارة الخدمة وتمييزه عن غيره من الحقوق الأخرى المشابهة، كما قامت بتحديد أطرافه وطرق إثباته مستقرة، أي مدونة عقد الشغل المحدد، عقد الشغل المحدد المدة وعقد الشغل غير المحدد المدة، بالإضافة إلى القواعد العامة التي تحكم العقود في نظرة الالتزامات والتي تبقى خاضعة لإرادة الأفراد ولمبدأ سلطان الإرادة. لكنه ومع اتساع الأعمال التجارية والصناعية ازداد أفراد الطبقة العاملة سواء المغاربة أو الأجانب القادمين من فرنسا، الأمر الذي أصبحت معه قواعد الالتزامات والعقود المحددة في الفصول الثالثة ديك من 725 من 723 إلى 785 عاجزة عن خلق الإطار القانوني لهذه العلاقات. وقد اهتمت الدولة بتنظيم علاقات الشغل من خلال خلق ضوابط قانونية تحكم علاقات الشغل، إذ أنشأ المشرع المغربي مكاتب حكومية للتشغيل بموجب ظاهرة 27 سبتمبر 1921، ثم وضع ظاهرة 13 يوليو 1926 الخاص بتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية، وصدر ظهير يتعلق بتنظيم مسؤولية صاحب العمل عن حوالي الشغل، ثم ظهير 18 يونيو 1936 الخاص بالقواعد التي تحكم الحد الأدنى للأجور. يعني مجموعة من القوانين أو ترسانة من القوانين عبارة عن ظهائر كان المشرع يحاول من خلالها حماية الفرنسيين، وسأقولها بكل سر أن هذه الترسانة من القوانين وضعت على سبيل حماية الفرنسيين والأوروبيين. فمثلا ظهير 24 دجنبر 1936 المتعلق بالنقابات المهنية، والذي كان ينص صراحة على أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تنشأ إلا بين الأوروبيين، ومعنى ذلك أن المغاربة أو الأجراء المغاربة أو العمال المغاربة يمنع عليهم منعا كليا الانخراط في هذه النقابات بموجب القانون، وأن هذه النقابات كانت تقتصر على العمل في المؤسسات الصناعية والتجارية ولم تكن تطبق على القطاع الفلاحي، رغم أن غالبية اليد العاملة آنذاك كانوا يشتغلون في القطاع الفلاحي. بعد هذه النقطة سنتطرق إلى النقطة الثانية، أي قانون الشغل خلال عهد الاستقلال. فبعد الاستقلال عمل المشرع المغربي إلى بناء منظومة شريعية لسد الفراغ الذي كانت تعاني علاقات الشغل في العديد من المجالات، لتحديد شروط عمل القطاع الفلاحي أو إعادة النظر في النصوص التي لم تعد لها أي جدوى، كمثلا الظاهر ديال 24 المتعلق بالنقابات، أي أنه بالنقابات المهنية كان ينصص على أن الأوروبيين هم الذين لهم الحق في الخراب. الآن وبعد خروج الحماية لم يعد لهذا الظاهر أي وجود، وقد تم إلغاء مجموعة من الظاهر وتعويضها بظهائر أخرى، كظاهرة 17 أبريل 1957 المتعلق باتفاقيات الجماعية، ثم ظاهرة 16 يوليو 1957 بشأن النقابات المهنية، ثم ظاهرة 21 أكتوبر 1962 بشأن تمثيل العمال داخل المؤسسات، ثم ظاهرة 24 أبريل 1973 المتعلق بتعيين شروط العمل في الفلاحة. لم يقتصر الوضع على هذا الحد، فقد تم التنصيص على حق الشغل، اي ان حق الشغل اصبح مضمونا من الناحيه، يعني تنصيص عليه في الدستور، تم تنصيص على حق الشغل وحق الاضرار، وجميع الدساتير المغربيه نصت على حق الشغل وحق الاضرار، وعليه فان كل نصوص القانون السلف الذكر سواء التي صدرت عهد الحمايه او خلال عهد الاستقلال كانت تشكل قواعد قانون الشغل، لكنها كانت مشتته في عديد من الظهائر والمراسيم والقرارات الوزاريه، وكانت مطالب المتخصصين جميع كل هذه المراسيم وهذه القرارات في إطار قانون واحد وفي إطار مدونة واحدة، وهو ما حدا بمجموعة بالدولة إلى التفكير في وضع
في وضع قانون موحد تحت أولاً تحت تأثير العولمة والتنافسية الحادة، وبدأت العمليات الأولى لوضع مشروع مدونة الشغل منذ سنة 1955 حين عين الراحل محمد الخامس الأستاذ عبد الهادي أبو طالب وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية، والذي قدم سنة 1956 بوضع مشروع أو قدم مشروع مدونة الشغل، وضعته لجنة مختصة ورفع إلى محمد الخامس. وفي سنة 1965 أسست وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وأسست لجنة لجمع النصوص القانونية التي لها علاقة بقانون الشغل. وفي سنة 1979 أنجزت الحكومة مشروعا جديدا كان مجرد جميع النصوص التشريعية المتماثلة آنذاك، وتجددت مبادرة الحكومة سنة 1993 أي في عهد حكومة التناوب، والتي أخذت وزارة الشغل بعين الاعتبار بآراء كل المتدخلين. وعندما عرض جزءا منها على أنظار لجنة الاقتصاد والتجارة بالجهاز التشريعي اعترض عليه الأعضاء وطالبوا بتأجيل المناقشة إلى حين تقديم المشروع كاملا. وفي سنة 1994 قدم مشروع آخر حاول تفادي الانتقادات التي وجهت المشروع 1993، خاصة من حيث عدم شموليته لأنه لم يتضمن لم يرقى إلى ما كان يطمح إليه أو يطمح إليه الفرقاء الاجتماعيين. وكانت ملاحظات نقابة أرباب العمل مشفوعة بجملة من التعديلات قدمتها الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، في حين اختفت المنظمات النقابية بتقديم ملاحظات عامة. وأمام الملاحظات والاقتراحات التي عبر عنها الفرقاء الاجتماعيون بخصوص مشروع مدونة الشغل 1990، عمدت الوزارة إلى إعداد مشروع آخر سنة 1995 والذي حاول الإجابة في شكل توافقي على مختلف الملاحظات والاقتراحات التي عبرت عنها الأطراف المعنية، ولم يكتب لها هذا المشروع النجاح. وجاء اتفاق غشت 1996 ليكرس الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين من جهة وما بين الحكومة جهة ثانية، وكانت من نتائجه تكوين لجان من بينها لجنة مدونة الشغل، وذلك بغية الوصول إلى مشروع مدونة توافقية تحظى بجميع هذه الأطراف. هذه اللجنة شكلت دفعة قوية لإخراج مشروع إلى حيز وجود، إذ عملت الحكومة التناوب الأولى على وضع صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل سنة 1998، عرضت بعد ذلك على الفرقاء الاجتماعيين بهدف دراسة وإبداء الرأي، وخلصت اللجنة إلى وضع صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل أصدرت في شتنبر 1999، والتي عرضت على مجلس الحكومة الذي صدق عليها في 29 فبراير 2000، وأحيلت على البرلمان بمجلسه مجلس المستشارين ومجلس النواب، وبعد الموافقة نشرت في الجريدة الرسمية في 8 جنبير 2003 لتدخل حيز التنفيذ في 2 يونيو 2004، وبذلك أصبح المغرب يتوفر على مدونة الشغل بصفة رسمية وقانونية في سنة 2004، دخلت حيز التنفيذ. هذا ما سنتطرق إليه من خلال الحصة المقبلة، سنتطرق إلى خصائص قانون الشغل، وأودعكم إلى هنا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.